معايا عبر الهاتف الآن المهندس الخضر إبراهيم، رئيس نادي دكرنس. يا فندم مشرف ومنور. اهلا بيك كابتن كريم رمزي، ومشكرين على المداخله ومنور برنامجك. ده شرف لينا يا فندم. قول لي رايك فيما يخص دوري المحترفين وما يخص جلسه اليوم، جلسه الجمعيه العموميه غير العاديه في اتحاد الكره. اول حاجه دوري المحترفين احنا كل مصر محتاجاه ومستنياه بقالها سنين ونفسنا نطبقه، ولكن بمعيار نجاح مش بتطبيق بلا نجاح. يعني معيار النجاح هنا السبب الرئيسي اللي اتقالنا عليه عايزين دوري محترفين لسهوله تسويقه. لان صعب ان احنا نسوق نادي مسابقه فيها 48 نادي وثلاث مجموعات. هايل. اتعملت مجموعه من 20 نادي وقالوا هنسوق. حلو. ما سوقوش هو السنه وما سوقوش حتى الان. تمام. اذا التطبيق مرهون بالتسويق والتسويق لم يحدث. باشمهندس معلش الصوت واطي نسبيا، يعني لو نعلي الصوت شويه بعد اذنك. لحظه يا فندم. اتفضل يا فندم. احنا قلنا التطبيق مرهون. صوت كده كويس؟ اه اتفضل يا فندم زي الفل. التطبيق مرهون بالنجاح او بان احنا نكون سواق. تمام. كلنا وافقنا ان ندخل الدوري على اعتبار ان هيحصل في تسويق. ما حصلش تسويق. الناس اعترضت على عدم الشفافيه في موضوع التسويق وبث المباريات، عملوا جمعيه عموميه، كل الناس رفضت الرفض بغض النظر عن اسبابه. كل نادي له اسبابه، وغالبا اغلب الانديه اللي رافضه هتبقى رافضه نتيجه انها ما دخلتش دوري المحترفين. انا من الانديه اللي رافضه تطبيق هذا الدوري رغم وجودي في دوري المحترفين لعدم التسويق، ولانه هيكلف الانديه الشعبيه مبالغ طائله ميزانياتها لن تستوعبها، وهتبقى هي المؤهله للهبوط. طيب حضرتك دلوقتي بس عشان احط النقط فوق الحروف، انت من حيث المبدا من حيث الفكره شايفها فكره جيده لتطوير الكره المصريه، ولكن لو ما فيهاش تسويق جيد اصبحت مضره وبالتالي انت ترفضها، انا كده فاهم صح؟ مظبوط يا فندم. طيب وبتقول لي انه الانديه الرافضه عشان هي مش بتشارك فيه. تتعدد الاسباب. في انديه بتخاطب جمعياتها العموميه، في انديه شايفه ان فرصتها ضعيفه في الصعود مره ثانيه في الممتاز ده وهتهبط ثاني بغض النظر. لكن عدم وجود شفافيه من البدايه ادى الى هذا الاحتقان والى هذه اللقطه. وهل هو فعلا مخالف للائحه يا فندم؟ الطبيعي ان يكون مخالف للائحه، ولكن في الاخر هو كل واحد بيستند الى تفسيره للائحه. واتحاد الكره هو الجهه المنظمه للمسابقه، هو اللي عنده القوه والدعم والابر علينا كلنا. ولو عايز ينفذه ينفذه، مش عايز ينفذه مش هينفذه. هل يا باشمهندس اتحاد الكره كان وعدكم بارقام محدده لكل نادي يشارك في دوري المحترفين في الموسم الجديد؟ لا، هو وعد قال ان احنا هنقدر نسوقه لما يبقى دوري محترف. قادرين نسوقه. وقلنا ان احنا محتاجين ارقام يعني تكون معتدل، لو لم يستطع ايجاد ارقام عاليه يبقى الارقام اللي هتتوزع على الانديه الشعبيه فقط، مش هتتوزع على انديه الشركات. انديه الشركات ما عندهاش مشكله، ولكن حتى الان مش قادر يوعدنا باي ارقام. هو مستني اسبوع بعد اجتماع اليوم وقال اذا احنا سوقنا بشكل مرضي هنطبق، ما نفذناش ما سوقناش بشكل مرضي هنشوف الحل ايه. طيب حضرتك كنت موجود النهارده في الاجتماع ومشيت قبل التصويت؟ لا، ما هو انا التصويت من عدمه ملوش قيمه. لان انا موجود في المحضر الاولاني ومسجل اسمي وماضي، والمحضر الثاني الاجتماع الثاني مسجل اسمي. لان انا عندي ارتباط، اتاخرت. قلت كلمتي على المنصه وقلت موقفي واضح للجميع، واستاذنت من الجمعيه العموميه ان انا عندي ارتباط ومشيت علني. يعني مش تهرب من التصويت لا قدر الله. ده تهرب ايه؟ ما انا صوتي واضح. ما هو انا مسجل رقم 3 في الجلسه الثانيه، فخلاص الموضوع محسوم يعني. طيب باشمهندس الخضر ابراهيم رئيس نادي كيرنس، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضافه المهمه جدا. زي ما قلت لكم كده لخبطه طول الوقت يعني. عموما يعني احنا كان المفروض مسؤول من اتحاد الكوره يكون معانا عبر الهاتف عشان نسمع كمان رد اتحاد الكوره، بس هو رفض انه يبقى متواجد في هذه الفتره، وقال انه ما حدث اليوم من الجمعيه العموميه غير العاديه للجمعيه العموميه، تم تصعيده الى اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره عشان يشوف مدى صحته ومدى شرعيته، وبالتالي انا مش هقدر اخش دلوقتي اقول حاجه قبل ما اللجنه القانونيه تحسم هذا الامر، ونحترم هذا
من مسؤول اتحاد الكرة، ولكن حبيت أوضح بس عشان لابد طبعا بعد الرأي والرأي الآخر أن يكون في اتحاد الكرة كمان يرد على هذا الأمر.